السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن النموذج الثاني من نماذج الهارمونيك. في المقطع السابق تكلمنا عن نموذج الـ ABCD شرحناه بشكل بسيط. الآن النموذج الثاني هو اسمه غارتلي 222. طبعا بس مجرد سبب التسمية هي أن غارتلي هو الشخص اللي رسم النموذج هذا أساسا كان عنده كتاب، الكتاب جدا ممتاز، اتصور ان اسمها Profit in the Stock Market. طبعا في صفحة رقم 222 هو تكلم عن هذا النموذج، ولذلك سمي بالصفحة اللي كان موجود فيها بغارتلي 222. طبعا بكل بساطة احنا دائما النماذج الهارمونيك قلنا ان نبدأ من الاكس ثم نرسم من اكس الى ايه، بمعنى حد لنا نقطتين قمة وقاع. مثلا في الخطوة الأولى هذا النموذج اللي هنا اللي هو البيعي بهدف البيع، لاحظ أن بدينا من الأكس كانت قمة الـ A، ثم أخذنا نسب فيبوناتشي من الأكس للـ A أعطتنا B، نسب فيبوناتشي من الـ A إلى الـ B تعطينا C، نسب فيبوناتشي من الـ B إلى الـ C تعطينا D، وفي نفس الوقت نأخذها من الأكس إلى الـ A تعطينا تأكيد إلى عملية الـ D. هذا بالنسبة لهدف البيع، هذا بالنسبة لهدف الشراء. نموذج بكل بساطة تلاحظ أن عندنا هنا نموذج الـ ABCD، هذا هنا نموذج ABCD ABCD، مجرد أن في ضلع إضافي وصار عندنا مجموعة من النسب الإضافية. الشروط جدا بسيطة، هو مجرد أن احنا نطبق نفس النسب الموجودة الآن في هذه الصورة، وشروط الإضافية جدا سهلة وواضحة، وهي أول نقطة أن الدي ما تتجاوز الأكس، سواء كانت الدي الآن هنا في قمة، هنا عندنا قمة صح؟ الدي لا تتجاوز الأكس، والدي لا تتجاوز الأكس، سواء كان في الصعود أو في العبوط أو في الهبوط. بالنسبة إلى النقطة سي الموجودة في هذه المنطقة، يقول لك أن السي ما تتجاوز الأي، والسي لا تتجاوز الأي. يمكن تصل لنفس المستوى فتكون لنا قاع مزدوج ترتفع، ولكن الشرط الأساس إن هي لا تتجاوز الـ A. طبعا كانت هنا بتعطينا مثلا السي مع الـ A بتعطينا قاع مزدوج، أو السي مع الـ A بتعطينا قمة مزدوجة. فالشرط الأساسي الآن هو عدم تجاوز السي إلى الـ A، والنقطة الأخيرة أن الـ B لا تتجاوز الـ X. فالآن عندنا نقطتين، هي أن الـ B لا تتجاوز الـ X، هذه الـ B هنا لا تتجاوز الـ X، و الدي لا تتجاوز الأكس، وهنا نفس الكلام البي لا تتجاوز الأكس والدي لا تتجاوز الأكس. هذا بكل بساطة شروط نموذج الغارتلي. الآن للبحث عن الغارتلي، يعني هي صعوبة النماذج دائما ليست في النظر المظهر العام لها، وإنما في اكتشافها. ولذلك احنا في الدورة اللي قلناها في التداول من الصفر، في اول الدروس تكلمنا عن تحديد القمم والقيعان، وهنا نفس الكلام، انت مجرد ان تحدد القمة او قاع رئيسي بيسهل حياتك بشكل كامل. الان تلاحظ ان عندنا هنا السهم مرتفع بشكل كبير وصل الى قمة، الان عندي هذه قمة هنا وعندي قاع. بكل بساطة الان مجرد انك حددت القمة والقاع، الآن تنظر إلى هل أنت تبغى تبحث عن نموذج بيعي أم نموذج شرائي. نموذج الشرائي بمعنى أنا بشتري في الدي، فإحنا قلنا بيصير عندنا الآن بهذا الشكل XA، لاحظ X تحت A فوق يعطينا AB، ثم يعطينا BC BC ويعطينا CD. خليني هنا أخذها وأكتب الحروف تكون واضحة، عندنا هذه الـ A وعندنا الـ X. فدائما إحنا في الرسم نبدأ من X، فالآن إذا أنا كنت أبغى أعتبر أن هذه X فهنا A، لكن لو كنت أبغى أعتبر هذه X الموجودة هنا فالـ A بتكون قمة، بتكون هذا المستوى. فالآن أنا ما أعرف هل هي أنا باخذ كفكرة بيع أو شراء، أنا مجرد جالس الآن أبحث عن نموذج. فقلنا XA أو العكس، أن بيكون عندنا الـ X فوق الـ X فوق والـ A موجودة عندنا تحت، والـ A بتكون موجودة عندنا تحت.
يلا يا اي تعال يا اي. المهم هذه هنا الايه، فعندنا اما الاكس اي او اكس اكس، اما اكس اي او عندنا اكس اي. فالان احنا نبحث عن اللي بعدها، اللي بعدها هي بتكون البي في الصاعد. احنا طبعا هذا الصاعد الان، هذا بيكون هدف الشراء بهذا الشكل، هذا بيكون هدف الشراء. في الهابط العكس، بيكون عندنا اكس اي ثم البي تكون موجوده في الاعلى ثم يعطيني سي ويعطيني دي ثم يهبط. ثم يهبط بهذا الشكل. لاحظ هنا يصير عندي قمة أعلى من قمة، قاع أعلى من قاع، وهنا قمة أدنى من قمة وقاع أدنى من قاع. فأما بتعطيني قمتين، قمة أعلى من قمة قاع أعلى من قاع، أو العكس قمة أدنى من قمة وقاع أدنى من قاع. الآن نجي للشارت نشوف. هنا أعطاني قمة قاع، قمة أعلى من قمة، فالآن نبحث عن إيش؟ نبحث عن قاع. فيكون عندنا قاع أعلى من قاع في هذا المكان، عندنا هنا قاع. هل نحتمل الآن أن هذه عندي إكس A؟ فالبي شرطها أن لا تتجاوز الأكس، فما أقدر أعتمد على هذه النقطة الآن كرسم، ما أقدر أقول أن هي هذا النموذج هنا. ليش؟ لأن البي صارت أعلى، فتلاحظ هنا لازم تكون أقل. معناه خليني أبحث بالعكس، أقول أنا أبغى إكس A B، البي موجودة في هذا المستوى. لاحظ أن البي موجودة في هذا المستوى أعلى من قاع. نمسح هذه هنا، نقول عندي إكس A B. خلينا نشوف هل يعطيني قمة أدنى. أقدر أقول عن هذا المستوى أنه هو سي، فيصير عندي إكس A B C D تكون أدنى، تكون بهذا الشكل. لاحظ الرسم أعطاني بهذا الشكل، ثم أعطاني بهذا الشكل، ثم أعطاني بهذا الشكل، ثم أعطاني بهذا الشكل. الآن الشكل العام بدون وضع أي نسب عليه واضح أنه صحيح، واضح جدا أنه صحيح. مجرد الآن نحتاج إحنا نطبق النسب. النسب ناخذ في البداية نسب الفيبوناتشي العادية من X إلى A، من هذا المستوى لهذا المستوى. خلينا نشوف الآن، يقول لك من X إلى A، من هذا المستوى إلى هذا المستوى، B المفروض تكون عندك، B المفروض تكون عندك في أي نسبة؟ إما بتقول هذه النسبة، لاحظ هذه غلط، لأن هذه من X إلى A يعطيك D، فهو الخط الواصل بينهم. أو تقول إن هي سي، سي هي الخط الواصل بين الـ A والـ B، والـ B مع الـ D تلاحظ إن هي موجودة. فوش اللحظة الآن في نقطة B؟ نقطة B يمكن تكون في أي نسبة من نسب فيبوناتشي، يعني ليس بالضرورة تكون عند نسبة محددة. فالآن نجي نشوف هنا B هل هي واصلة عند نسبة محددة؟ نعم. تلاحظ هنا نسبة 61 وهنا نسبة 78. هل يمكن تكون الاثنتين عبارة عن B؟ يعني يمكن تكون هذه B، يعني XA B هذه B C، أو لا يمكن تكون هذه B وهنا C، فالثنتين محتمل أن تكون عندنا. الآن لو فرضنا إحنا ما نشوف هذا الكلام اللي صاير يعني عندنا في المستقبل، ولكن ما نحن نشوفه فمجرد للشرح يعني لإيضاح الصورة. فأما بتكون عندي هذه هنا النقطة B أو هذه النقطة B. زين، لو اعتبرنا الآن أن هذه النقطة B، لو اعتبرناها، تلاحظ احنا نحتاج نكمل باقي النسب بحيث احنا نشوف السي ونشوف الدي. فهل نعتبر هذه دي الآن تم عملية الارتفاع أم لا؟ أو النقطة الثانية، لا نقدر نعتبر الآن أن هنا عندنا إكس A B C، فأنا ألغي الموجود عندي في هذا المكان وأقول بعتمد على هذه أن هي إكس A B C ودي هي الموجودة في هذا المستوى.
بهذا الشكل. هذه دي القراءتين صحيحتين كمظهر عام لش يعني المظهر العام للسهم بالإمكان وضع الاحتمالين اثنينهم على أن هي XA BCD ثم حصل الارتفاع، ونقدر نعتمد عليها على أن هي XA BCD بدون وجود أي إشكالية فيها، لأن القمة والقاع هم يعني القمتين والقاعين هم بداخل القمة والقاع الأول، فما عندنا إشكالية فنية في الاعتماد على أي واحد من الرسمين. خلينا نشوف الآن لو بغينا شيء إضافي، لاحظ ان احنا في نموذج الـ ABCD قلنا ان الـ X الـ AB مساوي للـ BC، تلاحظ ان هذا هنا مساوي، فإذا كان مساوي الآن عندي هنا النموذج يكون أفضل من اعتمادي على النموذج الثاني، لأن لو اعتمدت على هذه هنا النقطة من هذه X إلى A من A إلى B، تلاحظ هنا من C إلى D هي في نفس المستوى، فالنموذجين محتملين بأي إشكالية عندنا. الآن نلاحظ أن XA أعطانا هنا منطقة الـ B، المنطقة الـ B هل هي بداخل الـ AB؟ نعم. هل هي بداخل الـ XA؟ نعم. خلينا نشوف بهذا الشكل. عندنا هذه هنا كده. جيت الآن من الـ A إلى الـ B آخر نسبة فيبوناتشي، تلاحظ أن هي عند 61%. هل الـ C تكون عند 61%؟ تلاحظ أن هي بين 38 و88، فأنا أقدر أعتمد عليها الآن كنسبة. طبعا هو كل ما كانت النسب بالضبط كل ما كان أمرك ممتاز، ولكن بالإمكان استخدام أي نسبة فيهم، لدرجة أن بعض الكتب يعني مثلا على سبيل المثال الكتاب Trade What You See يتكلم عن استخدام نسب ثانية مختلفة عن اللي احنا متعودين عليه، مختلفة عن هذه النسبة. يعني مثلا يتكلم لك يقول لك خذ نسبة 70%، فما تحتاج انك تاخذ يعني النقاط اللي عندك هنا بين 38 88، يقول لك 70% هي كفاية، فأنت تقدر تعتمد عليها الآن هنا بين 61 و 78، تقدر تضيف 70 وتشوف وين 70 موجودة بالضبط، ثم تأخذ من النقطة اللي بعدها اللي هي النقطة من هذا المستوى إلى هذا المستوى، وتشوف هل هو جالس يعطيك إلى نسب 127. طبعا 1.27 أنت تقدر تخليه على حسب 1.27 أو 127 نفس الكلام، هنا نفس الموضوع 1.61 و161 نفس الكلام، فأنت تقدر تستخدم الاثنين بدون أي إشكالية. النقطة الآن الأهم يعني وهي اللي بالفعل تحتاج إلى شرح، يعني باقي النقاط واضحة مجرد أنك شفت الرسم خلاص واضح عندك. طبعا الخطوط المقطعة هي عبارة عن النسبة، هي عبارة عن نسبة اللي هي الضلع من نقطة X إلى A يعطيك D، مثلا هنا من B إلى C يعطيك D، هو الخط الواصل بينهم، فالخط المقطع هذه عبارة عن نسبة فيبوناتشي، وإنما الشكل الرئيسي هو اللي أنت تشوف باللون الأخضر باللون الأسود والأحمر، أو اللي تشوف هنا باللون الأخضر XA BCD. الآن يقول لك إن الشراء يكون في منطقة D، هذا اللي يهمنا الآن، هذا اللي يهمنا. مجرد ان انا شفت سلوك بهذا الشكل، تلاحظ هنا مثل القاع المزدوج، او انا شفت مثلا هبط، والشكل العام يوحي لي على احتماليه انه هو عباره عن نموذج غارتلي، مباشره حط خط في هذا المستوى واقول هذا هنا الان وقف خساره، انا بشتري في هذا المكان وهنا وقف خساره. ليش؟ لان قلنا من الشروط ان دي لا تتجاوز الاكس، فالان هذا منطقه شراء ممتازه. الآن أنا كيف أعرف متى أحجز ربحي أو وين سيتوقف؟ يقول لك بكل بساطة استخدم فيبوناتشي، حطه من القمة الـ A إلى الـ D إلى أدنى حاجة أنت اشتريت فيها، فيقول لك أنت عليك تضيف مجموعة من النسب. مجموعة النسب اللي تضيفها هي 23.8، خلينا نضيفها الآن بس موافق. فيقول أن أنت عندك ثلاث أهداف رئيسية في عملية الشراء. الآن إحنا بنشتري، اشترينا من هذا المكان، خلينا وقف الخسارة موجود عندنا هنا. يقول لك بمجرد أن يصل إلى 23.8 تترفع الوقف الخسارة لهذا المستوى إلى منطقة الشراء. الهدف الأول إليك هو 23.8 هي الهدف الأول،
مجرد أن يتجاوزها فعندك الآن الهدفين الأساسيين وهما عندنا الآن 23 هذا هدف. خلينا نغير الألوان معلش، بغير ألوانهم بحيث أن يكونون واضحين. عندنا 23 و61 و78. هذه الأهداف الموجودة عندنا فيها. تلاحظ ارتفع إلى 23 رفعنا الوقف، تجاوز 23 وصل إلى 61 رفعنا الوقف، وصل إلى 78 يفضل خلاص الآن 78 هي الهدف النهائي، هي المنطقة هذه الآن هي الهدف الثالث. ولذلك احنا نقول على سبيل المثال أنت تقدر إذا مثلا اشتريت 1000 سهم، فاشتريت 1000 سهم في هذه المنطقة، حطيت وقف الخسارة، مجرد أن وصل إلى 23.8 تبيع مثلا 300 سهم، وصل إلى 61 تبيع 300 سهم، فبقى المجموع عندك كم؟ 300 300 600، بقى عندك 400 سهم. ال 400 سهم تبيعهم مباشرة، ووقف الخسارة أنت ترفع أما لل 50 أو لل 61، والأفضل أنك ترفع لل 61. خلاص مجرد أن يتجاوز انتهينا. تلاحظ هالمنطقة الآن هبط، لو اعتبرت أن ال 50 هو وقف الخسارة ارتفع مرة ثانية، وصل لل 78 أبيع كميات الكاملة وأتخلص من السهم بكل أريحية. الآن بالنسبة هذا للارتفاع، طرحت هذا المثال لأن احنا عادة نشتري في سوقنا الآن لم يفعل الشورت فاحنا نشتري. بالإمكان تطبيق نموذج هذا النموذج على أي سوق، على أي سوق ما عندك أي مشكلة، سواء كان الفوركس ولا الأسهم، بالإمكان استخدامه على أي فريم زمني، ما عندك أي مشكلة في هذا الموضوع. متى تطبقه وكيف تكتشفه؟ أنت تحاول تشتري. يعني الآن إذا احنا كنا نفكر في شراء، فنشوف مثلا بعد مرحلة من الارتفاع أعطانا نموذج عام، هل في تذبذب، هل في نموذج مثلا مثلث متماثل. تلاحظ أن عندي هنا قمة مثلا، خلينا نشوف الآن ارتفع أعطاني هنا من هذا الشكل صح؟ خليني أغير الخط إلى اللون الأزرق وبهذا الشكل وأخليه أوكي. باللون الأزرق تلاحظ أعطاني قاع قمة قاع قمة، فرسمت الآن المثلث بهذا الشكل. مثلث جدا ممتاز، قاع قمة قاع قمة، تكون لي مثلث متماثل. هل احنا نقدر نعتمد على هذه النقطة الآن في بداية الارتفاع كمثلث؟ نعم طبعا، بالسبب لأنه وجودنا ارتفاع قوي، وجود الارتفاع القوي ثم الهبوط تقدر تعتمد عليه، تقدر تعتمد عليه على النقاع. لكن لو كان ارتفاع بس بهذا الشكل الآن، يعني من هذه المنطقة الآن، هل نعتمد عليها كمثلث؟ فما نقدر نحسب اللي هي النقطة الأولى. ولكن بحكم أنه وجود ارتفاع قوي وهبط، نعتبر الآن هذه منطقة 1 2 3 4. تلاحظ أنت كنت لو كنت بتشتري، اشتريت مثلا في هذا المكان، تلاحظ كسر الوقف، أنت قلت خلاص وقف خسارة. مجرد تصل لهذه المنطقة الآن، حط في بالك موضوع أن احتمال يكون هو غارتلي، أنه يعطيني تذبذب، إعادة اختبار، رجع مرة ثانية، أقدر أنا أشتري في المرة الثانية هنا، أقول كسر هذه مباشرة وقف الخسارة، أو كسر هذه المنطقة الآن كغارتلي وقف الخسارة، والهدف بيكون حقي 3 أهداف، بحيث أن أنا بتخلص من الكميات الموجودة عندي على 3 مراحل، عند 23.8، عند 61، وعند 78. فهذه واحدة من الطرق التي تقدر تتعامل معها. الطريقة الثانية تقدر تتعامل معها على أنها هي عبارة عن نموذج الخطوتين اللي احنا تكلمنا عنها. تقدر ترجع إلى المقاطع السابقة، أنت تبحث عن قاع سهم صاعد، ثم تبحث عن قاع أدنى من قاع وقمة أدنى من قمة، ثم تحصل عندك عملية ارتفاع. تلاحظ عندك ارتفاع قوي، ثم عندي هنا قاع قمة قاع ثاني، فعندي قمة أدنى من قمة وقاع أدنى من قاع، ونحسب الهدف بناء عليه، وهذه المجرات بالنسبة للموضوع. الآن أنت وظيفتك كمحلل أنك تدمج الأمور الرياضية البعض. يمكن أوكي أنا صح دخلت النموذج خطوتين وقلت أن الهدف مثلا على سبيل المثال عند 26 ريال، لكن أنت شفت أنه هو واضح أنه هو أرقارت لي، وحطيت لك الأهداف القريبة، وحطيت لك مثلا وقف خسارة 50%، استخدمت الكلام اللي تكلمنا عنه عن الشمعة الأم، عن الشمعة الصاعدة بقوة، كيف تتعامل مع
مجموعات، تحدد نسب فيبوناتشي، تحدد وقت خسارة. فالآن وظيفتك أنك تدمج الأمور ببعضها البعض. طبعا هذه المحاضرة هو أساسا الهدف منها الآن رجوعي للدروس هذه، هي إكمالا للدورة اللي عملناها الفترة الأخيرة اللي هي تداول من الصفر. فإن شاء الله بتكون مجموعة من المقاطع التعليمية بحيث إحنا نواصل العملية التعليمية وندمج أكبر قدر ممكن من المعلومات في هذا الموضوع. أتمنى كان الشرح بسيط وواضح، فألتقيكم على خير إن شاء الله.